قادة مصر وقبرص واليونان يدينون الإجراءات التركية في المياه الإقليمية لقبرص. قوات سوريا الديمقراطية تدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف هجوم تركيا على شمال سوريا. واشنطن تدعو الحكومة العراقية للتحلي بضبط النفس ومعالجة شكاوى المحتجين. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان عن قلقهم إزاء وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود، مؤكدين على الحاجة إلى دور دولي فعال للتغلب على جمود المفاوضات والتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن. وفي الإعلان المشترك الصادر عن القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي، جدد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة على إدانة الإجراءات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، معربين كذلك عن قلقهم من العملية العسكرية التي أعلنت تركيا شنها في الأراضي السورية. دعت قوات سوريا الديمقراطية المجتمع الدولي للتدخل ومنع هجوم تركيا على مناطق سيطرتها في شمال سوريا، وحذرت قوات مما وصفته بكارثة إنسانية في حال دخول الجيش التركي إلى الأراضي السورية. حثت الولايات المتحدة الحكومة العراقية على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ومعالجة شكاوى المحتجين. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن بومبيو أعرب خلال الاتصال عن أسفه لسقوط ضحايا خلال التظاهرات التي شهدها العراق الأيام الماضية. أبلغ البيت الأبيض الكونغرس بأنه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري بشأن احتمال إطلاق إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب، معتبرا أن هذا التحقيق يفقد إلى الشرعية الدستورية. وفي رسالة من 8 صفحات وقعها محامي البيت الأبيض، رفض الأخير التحقيق الجاري في مجلس النواب والهادف إلى كشف ما إذا استغل ترامب منصبه لدفع نظيره الأوكراني إلى إجراء تحقيق يتصل بجون بايدن المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة. فرض رئيس الإكوادور لانا مورينو حظر التجول حول المباني الحكومية بعد مظاهرات عنيفة احتجاجا على إجراءات تقشف اتخذتها حكومته. وفي مرسوم كتابي أمر مورينو بتقييد التحركات في المناطق القريبة من المباني الحكومية والمنشآت الاستراتيجية من 8 مساء إلى 5 صباحا حفاظا على الأمن العام مع استمرار حالة الطوارئ. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا للمتابعة.